أخبارنا اليوم. أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس دارة صندوق الاستثمارات العامة حفظه الله عن ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ليصبح واحدا من المشاريع الفريدة من نوعها على مستوى العالم بما يسخر من مقومات ومعالم ثقافية وتراثية وسياحية. أيضا يأتي إعلان امتدادا وتأكيدا على جهود سمو ولي العهد فيما يتعلق بجميع العناصر الرئيسية المكونة للهوية الوطنية والثقافة السعودية، ومنها طبعا مشروع الدرعية وما يشكل من قيمة تاريخية وثقافية وسياسية في تاريخ الدولة السعودية الممتدة منذ 300 عام. طبعا يكتسب مشروع الدرعية أهمية لكونه يحتضن العديد من معالم المملكة الثقافية والتراثية كحيطريف التاريخي اللي يعد أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إضافة إلى العديد من المقومات التراثية التي ستجعل من المشروع وجهة جاذبة وفريدة لتقدم لزوارها تجارب مميزة. حقيقة لأي أحد يزور الدرعية يجد هذا العبق حق الماضي والأصالة والاحتفاظ بالتراث الجميل وقصر سلوى وحيطريف والبجيري وغيرها من الأشياء الجميلة اللي نفتخر فيها ونفتخر بكل ما فيها من تراث وثقافة وعراقة وأصالة، فصراحة تستحق الدرعية هذا الاهتمام.